فبالنسبه اليوم كانت اولى محاكمه المعروف اللي ملف معروف لدى الراي العام بقاتل بدر. فكما قلنا تم احضار كافه المتهمين، تم التاكد من الهويه ديالهم، تمنحت الكلمه الدفاع للمتهمين ودفاع المطالب بحق المدني. فكلنا اجمعنا على تاخير الملف اللي جلسه 16/1 لاعداد الدفاع. فكما قلت اليوم تاخر الملف 16/1 لشروع مناقشه الملف لاحقا. فتهم لي مسطرة في حق المتهمين، فما بين القتل العمد مع إصرار والترصد وجناية السرقة الموصوفة مع ظرفي الليل والتعدد. وبالنسبة للمتهم الخامس فالتهمة اللي كتعلق به هو عدم تبليغ عن جناية وتسهيل فرار المتهم بارتكاب جناية. صحيح فالقانون الجنائي بالنسبه للتهم وضع عقوبات ثقيله لانها كتمس بواحد الحياه الخاصه للمواطنين المغاربه، ولا سيما احنا دوله مغربيه كنعموا بامن واستقرار داخلي. فهل جريمه نص عليها العقوبه والعقوبه ديالها في القانون الجنائي؟ عقوبه كتتراوح ما بين المؤبد والاعدام، لكن كيسحبها سبق اسره وترصد ولا كيسحبها جنايه اخرى بحال السرقه الموصوفه فكتفصل العقوبه الاعدام. تنقول لك كانت عرض صعب صعيب بزاف وما قدرناش نتحملوا، والله سبحانه وتعالى قدرنا ان تدينا في الصبر. من صعيب باش تشوف واحد قاتل الولد ديالك باقي تيدور في هاد الدنيا، وما ما كنتش عليك ما قدرتش، يعجز اللسان عن التعبير، عندما صعيب الحال بزاف، صعيب الحال بزاف. انا كان بيناتهم شي حاجه ولا كان شي ما عرفتش شي حاجه اللي نقولوا، قلنا كان الموت الخطا كان اكسيدون، والله تنسامح ليه، شو كانت اكسيدون والله تنسامح ليه، ونعرفوا انه غادي يتقاد وغادي يكون مزيان وغادي يكون رجل صالح في البلاد. ما راه اللي نسمح لي من هنا لواحد عامل و3 سنين يدير لواحد اخر غادي ناخذ انا الدم، والحمد لله اليوم تكون في القضاء كبير الحمد لله. الثقه ديالنا كبيره وتنتمناو يبردوا لنا واخا الناس ديال الجمره اللي عندنا لداخل، الناس ديال الجمره بعدا ما راه حنا راه هذاك قدر ديالو ولا مرضى لقضاء الله، وحنا الاعتراض لقضاء الله حنا عارفين مآمنين بالقدر خيره وشره، ولكن هو خصو ياخذ العقوبة ديالو. تعرض عليا اللي بغات تعرض، راه ما غاتعرضش عليا بحال ولدي، راه هو انسان هذاك ولدي، راه تنربيه بطوبة بطوبة، نهار نهار بساعة بساعة بدقيقة بدقيقة، راه ما سهلاش، لأنه بين ليلة وضحاها يقول لك هذا واحد راه قتل لك ولدك، راه لا يعقل، راه ما تتخيل ربع الخطرات حتى مجرد التفكير فيها راه تجيك شويه صعيبه. ولكن الحمد لله على نعمه الاسلام اللي مصبرنا وعاضين فيه وعارفين بالقضاء والقدر، وربي ما يدير اللي فيها الخير.